ما مشيناهاش. يعني في احتمال تكون هناك مراجعة للدستور مستقبلا؟ ما نفيهاش إذا كان طالب ملح ومنطقي وظهر باللي فيه بند ولا يعني مجحف بالنسبة للسياسة ولا بالنسبة لبعض الأمور هذه. المهم احنا أننا نوصل في نهاية المطاف إلى جزائر ديمقراطية، جزائر غيورة على حريتها وقادرة تحمي حريتها، جزائر اللي الروح الوطنية فيها من أعلى ما يكون بالنسبة لشبابنا وبالنسبة افتخار بوطنهم كذا، وجزائر اللي تقضي حاجيات الفقراء والبسطاء والناس المعوزين، هذا هو إن شاء الله.